السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارون قبل انتفاضة الأقصى بشهر كان في الأمم المتحدة وقال لهم آية من العهد القديم، أو هي دي أصلا سبب تسمية العهد بالاسم دوت، ألا وهو عهد الله مع إبرام. مع العلم إن نتنياهو هو علماني، هو مش مؤمن بوجود إله، لكن هو مؤمن إن الإله وعد الأرض دي لبني إسرائيل. يعني هو مؤمن إن مفيش ربنا، بس هو ربنا وعدنا بالأرض ديت. فتعال نشوف ايه عهد الله مع ابرام. ابرام هو اسم سيدنا ابراهيم، وده مش اختلاف في النطق، لا هو ربنا غير الاسم بتاع سيدنا ابرام لابراهيم، وغير اسم ساراي لسارة. ربنا غير اسم ابرام لاب عالي الى ابراهيم اللي هو اب لجمهور كثير، او اب لناس كتير هيتولدوا. ونفس الفكرة اسم ساراي اللي هي اميراتي غيرها لسارة لأم شعوب، ده في سفر التكوين. طيب تعال نشوف العهد اللي ربنا قطعه لسيدنا إبراهيم. إن ربنا قال لإبرام في الرؤية: لا تخف يا إبرام، إنا ترسم لك وأجرك عظيم جدا. فإبرام قال له: أيها سيد رب، أي خير فيما تعطيني؟ إيه اللي أنت وأنا من غير عقب، ووارث بيتي هو إليعازر الدمشقي. وده كان المساعد الرئيسي لسيدنا إبراهيم، وكان خادمه وشريكه الأساسي، وكان رجل صالح، لكن هو مش ابن سيدنا إبرام. فربنا وعده إن ربنا هيكتر الذرية بتاعته، وإنها هتملك الأرض دي كلها. قال له: انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت ذلك، هكذا يكون نسلك. فآمن برب فحسن له برا، إنه هو الرب الذي أتى به من أور الكلدانيين لأعطيك هذه الأرض ميراثا. طيب في نقطتين مهمين جدا لازم ان احنا نذكرهم. النقطة الأولانية ان نسل سيدنا ابراهيم هو مش اسحاق بس، هو اسحاق واسماعيل، وبالعكس اسماعيل هو الأكبر، وده على اتفاق الجميع. فكل يعني ذرية سيدنا ابراهيم فيها العرب برضو، وفيها المسلمين، فيها المسلمين. والدليل على كده ان فيها المسلمين ان هو حسب كلامهم ان العهد ده في علامة معينة، يعني في حاجة معينة بين إبراهيم والنسل بتاعه، اللي هو إيه؟ اللي هو الختان: أفتتنون في لحم عزلتكم فتكون علامة عهد بيني وبينكم. مين اللي بيختتنوا؟ اليهود والمسلمين. ابن 8 عام اختار منكم كل ذكر من أجيالكم، وليد البيت والمبتاع بفضة من كل ابن غريب ليس من نسلك. فالعهد المفروض حسب الكلام هو الختان، وده اللي بيعمله المسلمين وبيعمله اليهود. المفروض العهد طبعا مع اللي يؤمن بالله، واللي هو لا يقتل ولا يزني ولا يسرق ولا ولا ولا، اللي هو يبقى بيطيع أوامر الإله، لكن أنا ملتزم بالنص اللي موجود في الآية اللي قراها نتنياهو. العهد بيقول ان هو هيكتر الناس بتاعه. طب اليهود كام واحد؟ يبقى اكيد بيشمل المسلمين برضو، تمام. طيب تعال نشوف حاجة عجيبة كده، يعني وانا بقرأ بقارن بالنسخ كتيرة، نسخ عربية ونسخ انجليزية ونسخ لغات تانية، في كلمة معينة ركزت عليها، الا وهي الكلمة ديت. بص: سأعطي نسلك هذه الأرض من وادي العريش إلى النهر الكبير نهر فرات. نهر فرات أصلا ما كانش مسمى باسم نهر فرات أيام سيدنا إبراهيم، لأن لازم نقف وقفة كده عن حاجة اسمها الترجمة السبعينية، ودي الترجمة اليونانية للعهد القديم. هم بيسموها ترجمة بس أنا مش شايف إنها ترجمة. دي اتعملت في القرن الثالث قبل الميلاد، إن بطليموس حب إن هو يضيف لمكتبة اسكندرية الكتب المقدسة اليهود. فقال لهم، هو ما عرفش عبري ولا حتى الناس من المكتبة يعرفوا عبري، واليهود كانوا بعيد عن المكتبة فانبهروا بالمكتبة وبدأوا يقرأوا، وبدأ يدخل الحاجات من العلوم الأخرى للكتب بتاعتهم. وهي ما كانش في كتاب بالعبري، لا ده هو كان مخطوطات وأوراق متناثرة، ما كانش قصص موجودة، ما كانش متناسقة مع بعض. فهم بيقولوا ان هو قال لهم اكتبوا اكتبوا الكتاب دوت، بدأوا يجمعوه في كتاب. وحسب ما هم بيقولوا، حسب الاسطورة اللي هم بيقولوها، وانت تعرف ليه انا بقول على اسطورة،
ان هم قعدوا الترجمة السبعينية نسبة للسبعين واحد من كبار اليهود اللي هم الحاخامات الكبار، المفروض ان هم 72. ليه 72؟ هم بيقولوا هم 72 بس هم ايه على اساس يختصروا بيقولوا ان هم 70. 72 لان سيدنا يعقوب كان ليه 12 ابن اللي هو يوسف وال11 اخ، وكل واحد من دول بقى ليه قبيلة، فهم حبوا ان هم ياخدوا من كل قبيلة ستة، بحيث يبقى ستة في 12 ب 72، تمام. فقال لك ان احنا يعني خدنا من كل ابن من ابناء يعقوب ستة، فبتكون ال 72. نفس قصة اللي موجودة في القرآن، ان ربنا قال لسيدنا موسى هات 70 واحد لملاقاتنا، فلما قال لكل قبيلة جيبوا ستة فلو 72، فكانوا هيقتتلوا بسبب ان كل قبيلة عايزة ستة من عندها يروحوا، ففي 2 قالوا لا احنا مش هنروح على اساس يعني يحقنوا الدماء. طيب، وبيقولوا بقى ان 70 واحد دول قعدوا 70 يوم بس يترجموا، وكل واحد في غرفة مغلقة، فلما قعدوا مع بعض بعد كده وقارنوا لقوا ان مفيش خطأ في ولا كلمة حسب كلامهم، فلقوا ان كل الترجمة مظبوطة، رغم ان هم ما كانش عندهم كتاب بيترجموا، ده كل واحد بيجيب ورقة من هنا ورقة من هنا ورقة من هنا دي. والعلماء اليهود بيقولوا ان هو تمت الترجمة في 150 سنة، لكن عشان يضيفوا عليها طبع اسطوري قالوا ان هم 70 يوم و70 عالم. طيب بص، في كلمة كده اللي هي ايه، نهر الفرات ارض الكنانيين والقدومانيين والقبائل اللي كانت موجودة، في كلمة أرض هنا، تمام. بعد كده بدأوا يغيروا فيها نهر الفرات القينيين والقزنيين والقدمونيين. إيه ده؟ يعني في كلمة أرض، لو كلمة أرض على أساس ما يقولكش إن في ناس كانت موجودة هنا، بس الجملة كل ما بقتش مفهومة. يعني لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر فرات، وكان ما كانش في حد موجود، يعني المفروض ارض الكنيين والقزنيين والقدمانيين، ولا شالوا الكلمه ديت. ليه؟ لانها بتثبت ان دي مش ارض فاضيه ولا ناس قاعدين عشوائيين، لا ده دي ارض كانت موجوده في قبائل موجوده في فلسطين، كنعانيين موجودين من زمان هناك، بالنسبه لكنعان ابن حام، في الجرجاشيين كانوا موجودين في شمال فلسطين، فكانت في قبائل موجودة وعايشة في المكان ديت. طيب، وبرضه في كلمة يقول لك ايه، نسلك ستغرب في أرض ليست لهم فيستعبدهم أهلها ويذلونهم 400 سنة. هو بيتكلم على مصر، تمام، زي ما فرويد بيقول عودة اليهود هي مصر. فمن ضمن الحاجات، هو أولا أصلا ما ينفعش إن هم يكونوا بين الأهرامات، لأن الأحداث دي كلها بتدور في فترة مختلفة تماما عن فترة بناء الأهرامات. بناء الأهرامات دي في الأسر الأولانية، إنما حسب كلامهم المفروض إن هم في الأسر 17 وهكذا. طيب، ودي حاجة غريبة جدا، إن هم المفروض إن هم المفروض حسب كلامهم دخلوا مصر في حدود مثلا إيه، يعني سيدنا يعقوب جاب أولاده وجاب عيلته، قول مثلا 50 واحد، حسب كلامهم خرجوا نص مليون، فيعني ازاي في 400 سنة ال 500 واحد بقوا 500 ألف؟ يعني واضح ان في لعب في الارقام. يعني طيب، هل هو ده العهد الوحيد اللي موجود؟ لا، العهود كتيرة موجودة في العهد القديم والعهد الجديد، وكتيرة جدا ممكن نتكلم عن كل عهد بالتفصيل، لكن العهود دي بتبقى مشترطة، ان انت يعني انت مش مميز بان دمك ازرق او مميز بحاجه، لا ده انت المفروض لما هتعمل حاجه كويسه ربنا هيجازيك بالخير. فالقران بيقول وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون امثلكم، وفي تانية الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. هي سنه ان انت طول ما انت بتعمل من ربنا هينصرك في الدنيا وفي الاخره، انما لما تعصي ربنا ليه ربنا هيكافئك. وعلى فكره في العهد القديم مفيش نار ومفيش جنه، هو في ان انت لما تعمل عمل حلو ربنا هيبارك في ذريتك ويجزيهم
بالخير وبارك فيهم، ده زي ما حصل مع سيدنا يعقوب وحصل مع أنبياء تانيين، هنتكلم ممكن نتكلم عنهم بالتفصيل يعني. لكن زي ما شفت ده أنا ركزت على الآية اللي نتنياهو بيستدل بيها، رغم إن هو مش مؤمن بالتوراة ولا مؤمن بوجود إله، لكن هو مؤمن بالآية دي لأنها بتخليه ليه حق في الأرض. الله المستعان.